خلينا نبدأ بالباتش نوتس 6.13. هي شوية متأخر أنا عارف، بس better late than never على قول الشباب. بليتس كرانك سووا غيروا الكيو حقته شوية حبتين، خلوا الكيو من يوم ما تجيب، يعني لو سحبت أحد كان أول تسحبه تحطه تحتك على طول، تقدر تديله ال E على طول. دحين لو سحبته ما هيجي تحتك، هيجي 75 بيسز أو 75 نقطة بعيد عنك، بس لسه في الرينج حق الإيه حقك. فهي الفكرة just quality of life، يعني ما أظن فيها تغييرة كبيرة. الإيه حقتها سووا لها نيرف بسيط، مو نيرف يعني، كان الدوريشن أول تفك الإيه تجري بيها 10 ثواني، دحين بس صارت 5 ثواني، وما عاد صار تقدر تكنسلها. أول كان ممكن تكنسلها. الالتي حقته سووا لها نيرف على اساس دحين مشكله بليتس انه هو هيز دومينيتنج السولو كيو، ما كر السولو كيو بطريقه وحشه، فبس يبغوا يخففوا الباور حقه على اساس مو كل شويه والتاني يجي يسوي التي كل 30 ثانيه. فخلوها ايرلي جيم 60 40 20، يعني حتى في نهايه الجيم صارت احسن، بس في بدايه الجيم صارت اقل كثير. وغير فيها حاجه بسيطه، اذا كان انت برا كومبات وماشي في الجنجل مونسترز تسوي الالتي ما تضربهم. اوكي، بعد كده لولو يا شباب ادولها بف عام، البيس مانا زودوها 350، الموفمنت سبيد زودوها 330، الكيو حقتها غيروها حبتين، السلو ديوريشن صار دقيقتين، صار ثانيتين طول الوقت، وصار اذا ضربت اول واحد ياخذ 100% من الدامج، لو في احد وراه ياخذ 70% من الدامج. فهذا يمكن تقول نيرف بسيط على الكيو، بس بف على اليوتيليتي. يبغوا يرجعوا لولو الجيم يا شباب باي طريقه، وما يبغوها ترجع مد، ما يبوها ترجع للميد، يعني ما يبوا يزودوا الاي بي حقتها بطريقه وحشه انه هنا ترجع ميد، يبوا يشوفوها بوك سبورت. البف العظيم عليها اللي هو الدبليو هذا بف، يعني انا ماني فاهم ايش كانوا بيفكروا لما سووه، لانه هذا البف حيخلي كل الاي دي سيز اللي هو بيست على اوتو اتاك يصيروا مره او بي. يعني نهايه الجيم تخيل الدبليو حقتها لو حطيتها على اي دي سي يجي له 35% اتاك سبيد زياده، زي كانه يا رجل مشتري ايتم كامله اتاك سبيد. عشان كده هم رايوت بيقولوا، بشكلهم بيقولوا الباتش الجاي او الميت الجديد اللي هو، او نبغى نشوف الكومبوزيشن اللي هو اتاك، شو اسمه اللي هو ايش يسموه، اللي هو بروتكت دي كاري كومب. ايش يعني بروتكت دي كاري كومب؟ يعني ابني كومبوزيشن يكون حول الاي دي سي ولا حول الاي بي سي. تجيب لولو، تجيب كارما، تجيب الشيلدينج ولا هيلينج تشامبيونز، وترمي كل شيء فوق الاي دي سي. اوكي، يعني تخيل ويمزي 35% اتاك سبيد مع هاربنجر على جينكس ولا على فين ولا على اي واحد من الاوتو اتاك تشامبيونز هذول اللي ما لهم حل. عشان كده التشامبيونز هذول حاليا صاروا مره اوبي. والميت الجي حتشوفوا لولو كثير سبورت يا شباب في الفتره الجايه، اذا مو ميد كمان وتوب. حتى اللي يبغوا يلعبوا فول يوتيليتي ولا فول بروتكت كاري كومب حيروحوا لولو، سواء توب ولا ميد ولا بوت. بس توب وميد حتلعبها يوتيليتي وتلعبها فارمينج تشامبيون، بدل ما انه والله كلين، لانه ما زودوا الاي بي ريشيوز حقتها، فالدامج حقها ما حيزيد يعني. بس هي المشكله هذه ال 35 اتاكس في المية اتاك سبيد، ماني فاهم ايش بيفكروا. هذه او بي، هذه غلط، هذه واي تو ماتش، واي تو ماتش، واي تو ماتش، واي تو ماتش. هذه مشكله. اللي يبغى فريل ودحين يا شباب ياخذ هذه. طيب بعد كده يا شباب عندنا تام كنش يبغوا يرجعوا الجيم برضو بأي طريقة، وسووا له مجموعة بفات ونرفات وبالانسز على أساس يحاولوا يرجعوه في الجيم. فالمفروض برضو بالتعديل اللي شفناه هذا على تام كنش نشوفه شوية حبتين زيادة في الجيم، يمكن حتى توب تشوفوا زيادة. غيروا الباسيف حقته يا شباب، فاكرين الالتي حقته كان فيها الباسيف هذا اللي هو كل لما يفك الالتي يبدأ يسوي دامج بيست على الـ على الـ على الهيلث اللي عنده. قلبوها، شالوها من الار وحطوها في الباسيف حقته. فبيسك اتاكس انا ابيليتيز ديل 1%، 1.2، 1.5 في الليفلات هذه، 1 11 16 اللي هي الليفلات حقت الالتي نفس الطريقه، بس دحين حياخدها من بدايه الجيم. اول ما كان ياخدها لليفل 6 يا شباب لما يلفل الالتي، دحين ما يقدر ياخدها من بدايه الجيم. هذا معناه في بدايه الجيم حيسوي دامج زياده، يمكن 1% صحيح، ما هو قد كده، بس ما زال حيسوي دامج زياده. معناه هذا على الكيو حقته بدل ال 80 اذا كان عنده والله هيلث 1000 ولا وات ايفر، يعني حتصير 87 ولا 86 ولا 90، فلازم تحسب حساب انه حيسوي دامج زياده في بدايه الجيم. الكيو زودوا الدامج حقها في نهايه الجيم. الاي غيروا طريقه عملها، نقصوا. اول كان لما تشغل الاي فاكر تحط شيلد على نفسك ينقص 100% من الدامج تيكن،
وفي نفس الوقت الشيلد ينزل مع الوقت يصير له ريتراكشن، ينقص 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 ينقص، وكان يجلس 6 ثواني غيره حبتين. صار دحين سووا له نيرف على الدامج ريدوست اللي هو صار 70% بداية الجيم لين 90% نهاية الجيم. الجريت وهيل كونفيرجن برضو اول نفس هذه ما تغيرت زي ما هي اول، بس غيروا البرسنتجز حقتها. اول كان يعني وهو تعرف لما شغل الشيلد بيرجع بيرجعها لنفسه، دحين خلوها اقل شوي، زودوها زودوا الهيلينج باك عشان قللوا الدامج، زودوا الهيلينج وخلوها 3 ثواني بدل 6 ثواني، وخلوا الكول داون حقها 6 ثواني 6 seconds the whole time. وكان الشيلد يصير له دي كي، دحين ما يصير له دي كي، فهيجلس عليك 3 ثواني بعدين حيختفي على طول، ما في ينزل 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 ينزل. في كل الحالات الالتي حقته سووا لها باف بسيط برضو. الشانل دوريشن هذا يعني اول كانت تفك الدبل الالتي حقته تجلس في الارض 15 ثانيه، الحين ما تقدر تجلس 15 ثانيه، تجلس 6 ثواني بس. الكاست ديلي كان واحده ثانيه صار 0.25 سكند. ايش يعني كاست ديلي؟ اول كان لما تشغلها قبل ما يفكها ويحط نفسه في الارض لازم ياخذ ثانيه، دحين 0.25 فصار ممكن تسويها اسرع. وزودوا الرينج حقها، خلوا الجلوبال رينج حقها اعلى كثير، هذا معناه بيتر جانكس، ترجع للين اسرع، ترجع تدخل على تيم فايتس اسرع وهكذا. بعد كده الثريش عشان يبغوا يلفل الباسيف حقته اسرع حبتين، خلوا الابيك مونسترز اللي هم حقون الجنجل ينزلوا سولين مش سول واحده، وغيروا طريقه الدبليو يا شباب. اول كان في عنده ابيليتي باور ريشيو، يعني لو اشترى ابيليتي ايتمز ولا لو مجمع سولز كان ياخذ له ابيليتي باور، شالوها توتالي ما صار فيها ابيليتي، ما الشيلد ما يصير له، ما يصير له باف بالابيليتي باور، صار بطريقه ثانيه كل سول يجيبها يزيد واحد على الشيلد. اوكي فعندك 300 سول، الشيلد فيه 300 هيت بوينت زياده. اوكي الفكره فيها تغيير بسيط، وسووا تعديلات شويه كواليتي اوف لايف حق ترش. لو مسوي لو جايب الكيو على واحد وسوى ال W out of range location casting dark passage at an out of range location now throws the lantern maximum. أول كان لما تسوي كيو وتبغى تسوي ال W برا ال برا برا ال area حقة ال Q أو حول ال area حقة ال W، كان ثريش يروح يمشي عليها، كان يمشي عشان يوصل لها. دحين لا، دحين خلاص سويت ال Q جيت سويت ال W حيرميها، يعني سويت ال Q برا ال range، سويت ال W برا ال range حق ال W، ما عاد حيطلع، حيرميها في الماكسيمم رينج. تغييرة بسيطة تانية، إذا سوى death sentence وسحبت واحد وحطيت اللانترن وراك وطلعت برا اللانترن رينج، اول كان ايش اللانترن على طول يختفي، دحين لا يدولك شويه وقت تلحق قبل ما يختفي. اوكي بس على اساس سووا شورت جريس بيريد، ما هم كاتبين كم ثانيه بس حيدي ثانيه كده شويه قبل ما يطلع من الرينج. اظن هذه يبو الناس يلعبوا ترش بالطريقه هذه، باك ترمي الدبليو وراك وبعدين تسوي كيو وبعدين تسحب الكيو، لو طلعت من الرينج حقها يصير واحد يقدر يلحق يضغط عليها. زايرة اخيرا سووا لها نيرف لانه كانت متمكنه بالبوت يعني صراحه، وكان كميه الدامج اللي بتسويها وسخه. هذا نيرف عام على زايرو توتالي، ما يخرجها من الجيم يا شباب بس يخليها شويه بالانسد. الباسيف حقتها كانت اول تطلع سبون سيد، السيد هذا يطلع كل 11 ثانيه، كان كل 13 ثانيه طبعا ما بين 13 و 8 ثانيه ونص في نهايه الجيم، كان اول من 11 ل 6 فزودوها ثانيتين تقريبا اكروس ذا بورد. الكيو حقتها كان فيها بقع الدلو. الدبليو حقتها امو ريتشارج تايم كان تعبي الدبليو كل شويه، كل 17 ثانيه كانت كل 20 ثانيه، فبس يعني ما تقدر تسوي، مو ما تقدر كل ريتشارج ترجع بعد 20 ثانيه بدل 17 ثانيه، يعني وقت تقلل عدد الريتشارجز. زيليان باج تعديله. جنار سووا له باف عام على اساس لو ملاحظين من الباتش اللي فات يا شباب بيحاولوا يرجعوا الملي او الاي دي توبس كلهم، سووا بف على ايريليا، سووا بف على جاكس بالتغييرات حق ترينيتي فورس، دحين بيسووا بف على الشامبيونز محددين عشان يرجعوهم للجيم، لانه فاكرين الميتا كان دومينيتد بالشامبيونز اللي هم اي بي شامبيونز. الباسيف زودوا الرينج حقها اللي تجمع لك الريج، وعليكم السلام ورحمه الله كيريدي. فاول كان الباسيف ما تتجمع الريج ما يتجمع الا في ودن الرينج اللي هو 400 ل 458، دحين من 400 ل 500 على حسب الليفل. الكيو زودوا الريتيرن حقها، طبعا في ناس كثير يعرفوا يلعبوا جنار بطريقه مره ممتازه، يرمي الكيو على قدام والتشامبيون وراه اذا كان بيسوي بروكسي وبعدين يبعد عنها يخليها ترجع على ورا تضرب. اول كانت ترجع على ورا 2500، دحين ترجع على ورا 5000. الدبليو زودوا الدامج حقها الهايبر، انت عارفين فاكرين الدبليو حقتها والباسيف اللي هو كل
كل بروك كل طالت ضربة تضرب شوية ماجيك دامج، زودوها من 10 ل 15، زودوا الايرلي جيم حقه. اريليا سووا لها نيرف على الالتي حقتها على اساس بعد ترينيتي فورس تشينج اللي صار، خلتها او بي، صارت بيرما بان يا شباب، ما عاد في جيم اللي هي صارت فيه بان توتالي. فكل اللي غيروه انه والله الالتي زودوا الكول داون حقها من 70 60 50 ل 110 85 60. هذا ايش معناه؟ معناه لما اول ايش كانت تسوي؟ كانت تروح على اللين تسوي الكومبو كامل اللي هو وات ايفر، كيو على مينيون بعدين اي على الشامبيون بعدين تفك الدبليو وتضرب الشامبيون وتفك التي وتضرب تضرب تضرب تضرب، لو الشامبيون بيحاول يجري يفقع يفك يفك تفك كيو مره ثانيه وتقتله، وبعد ما تقتله ترجع اللين، ترجع على البيس، ترجع من البيس ترجع على اللين، تقدر تسويها مره ثانيه على طول، ما يبوك تسويها مره ثانيه على طول. اوكي، فهي الدعوه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نيرف على الليننج فيز حقها بس. اوكي، وهذا المفروض كان يسووه من اول، واظن لسه بيكوربان بالله يسووا لها بان، ما زالت مضروبه، ما زال فيها مشاكل. اذا تبغى تاخذ فري ايلو، اريليا از يور شامبيون، واذا تلعب توب لازم يزيد لها نيرف مره ثانيه، وفي نيرف في الطريق في 6.14 شغال في البي بي اي، ان شاء الله يحسن من طريقه لعبها. برضو يبي يرجعوا جرافان للتوب للميتا، الجرافان اي دي مش الجرافان تانك يا شباب، يبي يحاولوا يرجعوا جرافان للجيم باي طريقه او باخرى، عشان يبي يقللوا عدد الاي بي تشامبيونز اللي بتلعب اكروس ذا بورد. سووا له بف على الدبليو حقته وخلوها تشتغل بطريقه مختلفه. اول كان الدبليو من يوم ما تشغلها يجيك بيس 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 شيلد 50 80 110، وبعدين وزودوا عليها حاجه بير انمي تشامبيون انضرب، يعني جيت دخلت في وسط الزحمه وانت فوق ثلاثه ضربت الدبليو حقتك على ثلاثه على كل تشامبيون حيزيد هيلثك 20 40 60 80 100، اول كانت 20 30 40 50 60 زودوها. فليت جيم لو تروح فول اي دي وداخل وسط الزحمه تسوي الاي كيو كومبو حقك وبعدين تفك الالتي على وسط الزحمه وتحط الدبليو، حتصير حيجيك 170 زائد 100 في نهايه الجيم. اوكي، يعني حيديك شيل زياده، فهم يبغوا جرافان اي دي يقدر يعيش شويه حبتين. كندرت برضو اسيت اوف نيرفز تاني على اساس ما زال في الجنجل متمكن وما له حل لا بدايه الجيم ولا نهايه الجيم، يعني بالذات بدايه الجيم، بدايه الجيم مره اجريسيف عشان هو اي دي سي ويسوي دامج مو طبيعي واي احد يدخل عليه يقتله على طول. فاللي عدلوا لي نقص البيس ارمر حقه، وهذا تشينج مره كبير يا عيال، هذا 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 يمكن حتى يخليه ما يقدر يسوي دول مع اي جنجلر تاني في بدايه الجيم، بالذات الجنجلرز اللي هم بدايه حقون بدايه الجيم زي اليس وزي ليس سن وزي الشامبيونز هذول، لان الارمر حقه حيكون مره واطي، معناها حينضرب ضرب مو طبيعي. الارمر جروث ستات زودوه، يعني قللوه بدايه الجيم بعدين رجعوه قبل ما كل ما يلفل يزيد، فهو يبغوا يسووا نيرف لبدايه الجيم حقه يا شباب. والدبليو غيروها، كانت اول كل شويه فاكرين كانت تسوي الستاكس، بعد ما تجمع الستاكس تاخذ هيل، دحين نو مور هيل، خلاص ما عاد في هيل، خلوا غيروها، ضافوا حاجه تسوي ريديوس للموفمنت سبيد حقه الجنجل. اوكي، هذا عشان يخلوه يكيد في الجنجل، ما تشتغل على الشامبيونز، ما في هيل اني مور، بس يقدر لسه يسوي كلير في الجنجل كويس مش بطال. الايرلي جيم حقه صار جدا جدا واطي، ما عاد اظن ما عاد صار يستاهل بان صراحه. حنشوف كيف الباتش يمشي. سوين برضو نفس مشكله ايريليا، ويحاولوا يشوفوا له حل في موضوع البيرما بان، زودوا له الكول داون حق الالتي حقته من 10 ثواني ل 20 ثانيه، الانيشال لوك ريكاست ثانيتين، ما هذه 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 از فيري ان امبورتنت فور يو جايز. في كل حالات خلوها 20 ثانيه عشان برضو ما يبغوا يفكها بعدين يطلع منها بعدين يفكها على طول، يبغوا يدوا له جريس بيريد، فيصيروا يبغوا الناس حقون سوين وايريليا يلعبوا بطريقه مختلفه عن الطريقه اللي بيلعبوا بها دحين، ولو ما استخدم الالتي في وقت غلط يبغوا جيت سبانشت، يعني لازم يحسب حساب متى يستخدم الالتي حقته. سندرا برضو من البفس اللي بتشوفوها في الباتشز اللي فاتت يا شباب، بيحاول يرجعوا الميجز في ميد، مش بس الاساسنز، الميجز في ميد. الباتش اللي فات زودوا فيلكوز، الباتش هذا سندرا، خلوا فكسوا كم دبليو حقتها، والار سووا لها ايفن دو، هذه يمكن ما تنفهم يا شباب بس هذا بف للار حقها مو طبيعي. بف ليش؟ بف اول ايش كانت تسوي؟ تحط الكور حقتك في الارض، لما ترمي الالتي خلاص تاخذ الكوره اللي موجوده في الارض وتروح على الالتي. دحين يعني كانت الفكره فيها تحسب تاخذ الكوره اللي موجوده قبل ما تضغط حرف الار. دحين لو انت بتضغط ار وسويت دبليو، سويت كيو جديد في الارض، نزلت كوره جديده، الالتي حتاخذها، فاهمني؟ فممكن تسوي زي الفان ايش اسمه، يحط البارلز في الارض، يحط اثنين بعدين يحط الثالث وراها وهو بيفجرها، نفس الطريقه الفانتوم بارلز تقدر تسوي بيها نفس الطريقه هنا في سندرا، تسوي فانتوم بول. ايش يعني؟ تنزل ثلاثه بولز ولا اربعه بولز بعدين تسوي الالتي وهي في الارض تنزل واحده خامسه،
اوكي. اللي يلعب اللي يلعب سندرامين ترى في دامج مره كثير، يبغى لكم ايش تسووها تتحمسوا معاه. ترندل بس عشان الجراسب اوف ذا اندينج سووا له نيرف مره بسيط، ما حيفرق معاه كثير يا شباب ولا حيغير شيء. المهم يقللوا الايرلي جيم حقه. البيس هيلث ريجن كان 9.4 صار 6. الكيو حق تويتش فيكس باف. فلاديمير سووا له نيرف على التانك بيلد حقه، سووا له بف على الاي بي بيلد حقه. يبغوا الناس يبنوا اي بي، ما يبغوا الناس يبنوا تانكي. التغييره بسيطه، كان اول كل واحده ابيليتي باور تزيد، واحده ابيليتي باور كل 25 هيلث، دحين كل 40 هيلث. اوكي. وكان اول تزيد واحد هيلث كل ابيليتي باور، دحين 1.4. كذا بيقولوا لك لو سمحت اذا انت تلعب بلاد ابني مور ماجيك، اوكي، لا تبني اي بي، عشان ما يبغوا يروح فول تانكي ويسوي دامج مو طبيعي. الكيو سووا لها نيرف بدايه الجيم، اكشلي الجيم كل بدايه الجيم، لانه زودوا الريشيو حقتها. برضو بيقولوا لك ابني اي بي، ما نبغى نشوف تانكي فلادز، عشان كذا يمكن حتشوفوا اقل تانكي فلادز. بس ما اظن هذا النيرف يا شباب حيحل مشكله فلاد. فلاد ما زال بيرما وورد، يعني بان وردي، مش بيرما بس بان وردي، بس حنشوف كيف حلو. فولي برضو عنده مشكله في الدبليو فرينزي حقه، الدامج حقه مره عالي، فبيحاولوا يخففوا الوضع هذا، بيسووا له بالانس، نقصوا الدامج حق الدبليو حقه ونقصوا الاتاك سبيد ستاك. زيجز فيكس تيرين ابيليتيز، هذا التعديل ما له اي معنى. الايتمز ليلولو وجانا وسونا والشامبيونز هذول كلهم ما هم موجودين في الجيم دحين، لانهم ما عندهم، ما هم موجودين في الميتا، لانه ما عندهم، عندهم مشاكل كثيره، بيحاولوا يحلوا لهم مشاكلهم هذه بطرق مختلفه. الطريقه الاولى الانشنت كوين، الانشنت كوين صارت فيها 5% في كول داون ريدكشن، لما تسوي لها ابجريد صار فيها 10% كول داون ريدكشن. الاتم هذه صارت وورث انها تشتري، ما هي وورث وورث قد كده، بس وورث انها تشتري لما تلعب جانا مثلا ولا تلعب دوس، هذول الشامبيونز اللي ممكن يسووا موفمنت سبيد. مرة ممتاز تاخذ الانشنت كوين عليها، لانه اداك 5 ل 10% بعدين كول داون، ولا 5 بس 5 5 5 ايوه 10%. وغير كذا زودوا عليها 45 ارمر، وهذا مرة او بي، انا ماني فاهم ليه عملوا التعديلة هذه. في كل الحالات الايتم هذه دحين از وورث، الشامبيونز اللي اشتروا الايتمز هذه صارت تنفع عليهم احسن، وهم بيقولوا لك اشتري العب الشامبيونز هذول، العب جانا، العب هو ايفر كان باي الايتم هذه زي الناس ولا ادم بليتس الشغلات هذول، وحتستفيد منها كثير. زودوا نقصوا زودوا الهيلث ريجن حقها، وزودوا ونقصوا المانا ريجن عشان يبغوك تكون شويه تانكي زياده، وما يبغوك تسبام الابيليتيز حقتك. ومره حلو التغيير هذا صراحه. الريلك شيلد ما عملوا فيه تعديلات كثيره وورثي اوف انها تتغير، بس بدل ما خلوها المينيون اكزكيوت كانت اقل من 200 هيلث، دحين صارت سكيلز معاك مع الوقت 195.5 كل ليفل، يعني كل ما انت، لانه فاكرين المينيونز كل 3 دقائق يزيد الليفل حقهم، بس الاكزكيوت ما كانت تتحرك. هذا بس كواليتي اوف لايف تشينج، يصير كل ما انت لفلت زياده كل ما الدامج اللي تسويه على المينيون زياده، بس بكل بساطه على كلهم. السبيل ثيف ايدج تغيير بسيط. الفوربيدن ايدول اللي هي تنبني على الارد سنسر، غيروا الكوست حقها من 550 ل 850، وزودوا عليها 10 بونس هيلينج اند شيلدينج باور. هذه مصيبه لكل الشامبيونز اللي يسووا شيلد، يعني هذه معناها لولو او صارت او بي زياده، جانا صارت او بي زياده، ثريش صار كايند او بي زياده، سونا صارت انستوبابل، جانا صار شو اسمه الثانيه نامي صارت انستوبابل، ما هم طبيعيين، لانه اردد صار كلهم يبنوا اردد سنسر، يعني غيروا خفضوا الجولد حقها وزودوا الابيليتي باور حقتها ونقصوا المانا ريجن هذا، وزودوا ال 15% هيلينج اند شيلدينج باور. مو سوراكا او بي ذا هيلينج انكريز ستاك ناو، بالضبط حتى سوراكا داخله في الموضوع هذا. هذه الايتم صارت ماست get for those items، وهذا خلى الشامبيونز هذول مره اوبي يا شباب. الكروسبل غيروا البيلد نفس الشيء عشان تبني من الارض السنسر، 650 جولد نقصوا جولد حقها، وزودوا التوتال كوست وزودوا 15%. ميكائيل از اول ويت ايتم دايما تشتريها ممتازه، بس هذه ما حد كان يشتريها الا مره قليل، دحين مره حتنفع يا شباب. روبي سايد ستون عشان ما حد بيشتريها يا شباب، قاموا نقصوا الجولد كوست حقها وزودوا الكول داون ريدكشن حق ال 20، فاكرين ما حد كان يكملها للروبي سايد ستون، كانوا يخلوها السايد ستون الزرقاء ما حد يكملها. يبغوا البلت الباث هذا يغير، ما اظن في احد ما زال حيشتري الايتم هذه. ديسيبل سبيل كاست انشانس فور ذا ديوريشن. دحين عملوا تعديله بسيطه على الهيكستك بروبلت، صار لما تصير لما تدعس لما تسوي الداش ما عاد تقدر تسوي الابيليتيز وانت بتسوي داش، اول كان وانت بتسوي داش تسوي ابيليتيز ثانيه، فاهمين؟ الوردز حبتين تعديله بسيطه على الوردز، اول كان لما تضرب الورد تدخل في كومبات، دحين ما تدخل في كومبات، ودحين لما تكتر الورد حتاخذ اكسبيرينس كمان، حتاخذ 30 اكسبيرينس
و15 على البلو وورد اللي هي هذا. هذه معناها الجنجرز يبغوا السبورتس يلفوا في الجنجر يشيلوا واردز، ويبوكم تشيلوا سكانرز وحتستفيدوا منها. بيقولوا لكم ترى يعني التعديلات البسيطة هذه في الجيم يا شباب تغير الكواليتي اوف لايف في الجيم، تخلي الجيم يتوجه بطريقة ان والله الكل يستفيد. يبغوا يقولوا للسبورتس يا سبورت روحوا شيلوا، روحوا اشتروا سكانرز وروحوا شيلوا الواردز، لو شلتوا الواردز حنعطيكم اكس بي وحنعطيكم حاجه في المقابل مش ببلاش. الكاتش اب اكسبيرينس انا ما ادري ليه سوى تعديلات هذا رايت صراحه، احيانا غريبين صراحه يعني لابعد الحدود. لو دخلت متاخر عن الجيم الاكسبيرينس اللي حتاخذها صارت مره عاليه ان اكسبيرينس. لو اللي قدامك اقل انت اقل منه بليفلين، كل تشامبيون انت حتاخذ او ليفلين ونص، ليفلين وثلاثة، ليفلين، حتزيد الاكسبيرينس جين حقك. وهذا اظن غلط. انا اظن انا لو انا يعني لو دخلت متاخر من الجيم وعندك دي سي ها اندرستاندبل، بس مش ذنبي. واذا انا فايز عليك وليفلين ولا ثلاثة عليك يا اخي انا فزت استاهل. هم بيقللوا السنو بول كابابيلتي صراحة، وماني فاهم ماني عارف ليه بيسووها. بيحاولوا يخلي الجيم ليس سنو بولي. ايش يعني ليس سنو بولي؟ لو انا متقدم عليك كثير I don't punish you that much. بس تشينج هذا انت بيقول حيطول الجيم، وهم اول كثير تشينجز بيسووها عشان يقصروا الجيم، فماني فاهم ايش بيفكروا رايت صراحه. Anyways ال death kill experience post death experience هذا شيء جديد. لو انت دخلت تيم فايت اول واحد انت التانك ومتحمس وداخل وضربتهم كلهم ومت، والتيم حقك قتل البقيه كلهم اول ما كان يجيك ولا اكس بي، الحين وانت ميت 10 ثواني حتاخذ اكس بي لو اي احد مع جنبك. وهذا كويس، لانه في دائما ناس نحطهم كبش فدا يروحوا يقتلوا يسووا الزحمه يسووا الفيلم وما كانوا يستفيدوا ولا شيء. دحين يعني اظن التشينج هذا صح، من المفروض من زمان يسووه. يعني التي بي سووا عليها نيرف، خلوها من 3 ثواني ونص ل 4 ثواني ونص عشان يغيروا البريشر حقها اللي بتضيفه في اللين. اون ماي واي بينك يعني عشان التيم حقك يشوف حتسوي بينك في هذا، هتسوي بنفسك انت من يوم ما تسوي تي بي على محل حيجي بينج لاخويانك. دراجون اند ريفت هارلد ناو ويت تو ليفل اب. اول كان دراجون ريفت هارلد لما تقتله وانت بتضربهم وهم في كومبات ممكن يلفلوا، ففجاه الهيلث حقهم طار في السماء. هذا كله خلاص ما عاد حيصير، حيستنى لين ما يخلص الليفل بعدين حيفرن. ضافوا الرانكت امبلمز الجديده هذه، دحين حيجي عليك علامه في البروفايل حقك توري يعني اذا اخر 25 جيم لعبتها سولو. في 3 علامات جديدة حطوها يا شباب، واحدة للسولو بلاير اللي يلعب لحاله كده عليه علامة امبلم على تحت في البروفايل حقه، اوريكم اياها لما نخش الجيم. يقول هذا سولو بلاير ولا هذا تيم بلاير ولا سوري اللي هو دايناميك كيو بلاير اللي هو يلعب مع مجموعة اقل من 5، وهذا تيم بلاير اللي دايما يلعب مع 5. الرانك تاير ريستريكشنز، فاكرين التير ريستريكشنز اللي ضافوها الباتش اللي فات يا شباب واللي قبله؟ التشالنجر يلعب مع ماستر اند دايموند، تشالنجر يلعب مع ماستر دايموند 1 2 3، ما زالت زي ما هي، غيروا اخر اثنين يا شباب. خلوا الدايموند 5 يقدر يلعب مع دايموند 2 و3 و4 و5، ودحين بلات 1 و2 و3، اول كان بس بلات 1. اوكي ما تغير شيء في الباقي. سكيدجول درانكس هذه حاجه جديده حيضيفوها. نو no, this is 6.13 man I'm just talking about it late. حيرجعوا التيم رانكت او رجعوا التيم رانكت عيال، بس حيخلوها في مواعيد، ما يبوها شغاله 24 ساعه، يبوها شغاله بس في اوقات محدده بكل بساطه. فدحين عندك الديناميك كيو وحيكون عندك التيم رانكت برضو ما زال زي ما هو. تغير الفريند ليست جروب نو لونجر كاونت موبايل، هذا كلام فاضي، والباج ليست كلام فاضي. اظن يا شباب بكده خلصنا الباتش نوت حق 6.13، حرفعه ان شاء الله على يوتيوب.